كل عيلة يصرف لها 50 جنيه على وجه السرعة، واصرف خيمة لكل أسرة وبطاطين بعدد الناس. وربنا المعبود، البيت ده اتحرق بفعل فاعل. معمل الجناية هو اللي هيقرر إذا كان الحريق بفعل فاعل ولا بسبب إهمالكم. يا بيه، الشرنوبي هو اللي حرق البيت. مين الشرنوبي؟ صاحب البيت الكبير. أيوه يا أبو لطيف. كله تمام؟ انتهى خالص؟ طب والبوليس؟ طيب خليك انت هناك وبكلمني تاني. يا باشمهندس مش لسه صلاح عبد السلام الغرباوي برضو؟ اي خدمة. اتفضل اركب، عايزك في موضوع مهم. خير ان شاء الله، تعال اركب. وبالعافية تطلع مين سيادتك؟ انا عمك ابو الفتوح، اتفضل. تعال. انت طيب ونيتك صافية. وكل واحد بياخد على قد نيته. خد مخرطة تعمل 30 عملية هدية من الشرنوبي بيه. طب والشرنوبي بيه لمؤاخذة بيهدينا مخرطة بمناسبة ايه؟ انت يا ابني مش الورشة اللي انت بتشتغل فيها اتحرقت؟ ولما هو طيب وبيعرف ربنا كويس حرق البيت ليه؟ شوف اديك ظلمته. الشرنوبي بيه اصله ليه اعداء كتير وعاوزين يلفقوا له تهمه بزور. طب ما هو لو بريء القانون هينصفه. طب امال مين الفاعل؟ انت ايه؟ انت ما بتاكلش سلطه ليه؟ تفتكر الفاعل هيتحكم عليه بقد ايه؟ مش عارف. مش اقل طبعا من 3 اشهر حبس. بس لحسن الحظ. يعني ايه؟ يعني الشرنوبي بيه ما يستاهلش البهدله دي. ويتبهدل ليه؟ مش بتقول انه بريء؟ ومين يعرف انه بريء غير انا وانت؟ لا انا مالي. ايه بقى اللي نقدر نعمله علشان نثبت براءته؟ لا حكايه براءته يا ابني، ده العمل الصالح له ثوابه في الدنيا. يعني المخرطة دي قصاد اني اسم الله عليك اروح المحكمة واشهد ان البيت بريء؟ لا، تروح المحكمة وتعترف ان انت اللي حرقت البيت.